السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى تكون كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم جيتكم بتتمه الفيديو السابق للرحله ديالي للشمال. هنا رحنا جينا لطنجه بعد ما تبحرنا في شاطئ داليا اللي جي في قصرصه كما شفتوا في السابق. دابا حنا كنساروا هنا في طنجه غير بالحافلات، صراحه ما كانش الوقت، لان يعني هذا طريق العوده. حنا يلا غادي ندورو في طنجه وغادي نمشيو نتسارعو في المعالم ديالها، ومن بعد نمشيو للاصيله، ومن ثم غادي نشدو طريق المكناس ان شاء الله. انتم كما كتشوفوا بقاو كيدورونا في الشوارع ديال طنجه، ومن بعد مشينا تغدينا. قبل ما ندوزو لتتمه الفيديو، كيف العادة كنقول للناس اللي باقيين مشاركوش معايا في القناة يشاركوا معايا وفعلوا زر الجرس. والناس اللي معايا كنشكركم بزاف بزاف على التفاعل ديالكم معايا وعلى ديما كتكونوا حاضرين معايا، شكرا لكم بزاف بزاف. دابا هنايا حنا غادي نزلو باش غادي نمشيو نتغداو. وهذا الفيديو صراحه درتو يعني غير باش نشجع الناس، اللي كاين الناس اللي كيبغيو يسافروا ولكن ما كيلقاوش من غادي يسافروا، كاين كيكونوا بوحدهم مثلا، او لا ما عندهمش طياره، او لا يعني بزاف يعني الا مشاو مع هاد السفر هذا يكونوا على يقين. واخا تكوني بوحدك غادي تنشطي وغادي تتفاجئي، غتلقاي الناس، غادي تتعرف مع الناس بحال راكي جايه مع العائله، يعني غادي ترتاحي بواحد الحاجه. ومعنا بزاف الناس جاوا بوحدهم ما كيلقاوش مع من يسافروا وكيجيو في هاد السفر هذا، صراحة كان رائع رائع بزاف بزاف بزاف. انا غادي نعاودو ان شاء الله بحيت عجبني بزاف، غادي نعاودو وغنبقى دائما فيما تكون شي رحله تعجبني غادي نشارك فيها ان شاء الله، وغادي نشاركها معكم طبعا، لان فعلا عجبني هذا السفر، عجبني هاللومبيونس اللي كاينه عندهم، وكتكوني مرتاحه ما هزها حتى شي حاجه، ما هزها طونسبور، ما هزها مشي لهاد البلاصه، يعني كتكوني غاده مامنه. هذا هو اللي عجبني الصراحه في هذا السفر، وحتى الامبيونس التنشيط زوين، وكتحسي براسك خويتي الصراحه. ملي كتمشي بوحدك راه كتبقاي الا عندك شي هم في راسك الصراحه راه كيبقى لك في الراس، لان ما واخا كتبغي تخرجي منه ما كتخرجي، ولكن حيت كتخرج تمشي مع الجماعه هكا سورتو ناس ما كتعرفيهمش كتحسي براسك حتى خوي وكتنساي راه كل واحد همو الصراحه. ولكن حيت كتخرجي هنا كل على يقين، تيقوا بيا غادي تخويو. انتما كما كتشوفوا حنا سارنا طنجه شويه غير هكا دورات. من بعد ما غادي ندوزو للريستورون باش نتغداو. انتما حنا زلنا هنا تغدينا، طلبنا غير تاكوس، عندنا في الاول طلبنا غير تاكوس، من بعد شفنا المنيو بغينا نجربو هذيك البايله ديالهم، البايله معروفين بها طنجه، ها هي خدينا الصراحه غزاله. والباستيشو هادي حنا عندنا في مكناس كيديرو الباستيشو، ولكن المذاق ديال هادي شويه مغاير، هي حنا عندنا زوينه ولكن هادي فيها واحد الطوكو خاص صراحه زوينه. صافي هنايا خرجنا من طنجه مشينا لهاد الملتقى البحرين، هادي شفنا البحر الابيض المتوسط ومحيط الاطلس، نقطه الالتقاء ديالهم صراحه واحد المنظر رائع زوين، منظر رومانسي خطير، والمنظر غزال صراحه. بلادنا كما كنقول لكم بلادنا زوينه بزاف بزاف بزاف، الحمد لله اننا من سكان المغرب. والله العظيم المواطنين المغاربه، يعني المغرب ديالنا ما يتقدرش بالثمن صراحه، الطبيعه المناظر، الحمد لله على بلادنا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نتمنى الصراحه ان بلادنا تزيد تزيد القدام اكثر، الحمد لله هذا القدام. انتما كما كتشوفوا شوف المنظر غزال زوين، كتطلق عينيك واحد 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 البيصات ازرق رائع زوين يعني، وما منظر الغروب يا سلام يا سلام، شي حاجه زوينه بزاف. صافي من بعد ما دزنا مشينا هذا الملتقى البحري، صافي من بعد مشينا زرنا المغاره ديال هرقل. انتما غادي تشوفوا من بعد الزياره كانت خفيفه لطنجه، ولكن زياره غزاله. كنقدم هنا تحيه للاخت اميمه، تنقول لك طنجه غزاله بحالك. هذه الدخله ديالها هنا كنت نمشيو لها، يا مامي بردو
راه لهي فين غادي الناس شتي.
دابا وصلنا لمدينة الفنون، فضيلة غادي نضربو فيها واحد الدورة. هاهي القراقية، هاهي القراقية. نضربو دورة فيها الحنطة وغادي نتفطر فريق الكناس. كيف الأصل كنت دايجة حطيت الفيديو ديالها عندي في بداية القناة. مشى الحال صراحة وكان مزروع باش نمشي شعيرة الحال. صافي هنا حنا صافي شفنا الغروب وكان ظلام الحال، خصنا نرجعوا بحالاتنا صافي طريق العوده المكناس. فكنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديالي والرحله ديالي.